المدير الفني للفريق اللي معايا على الهاتف دلوقتي. صباح الخير يا فندم، ومليون مبروك الفوز النهارده، ومليون مبروك الاداء في الموسم ده بشكل عام. حبيبي يا كريم، والف مبروك على البرنامج. طبعا انا يعني متاخره، لكن بنستمتع بيك والله يا كريم. ده شرف ليا يا كابتن، بالتوفيق ان شاء الله. ده شرف ليا، ده شرف ليا. بهنيك بصراحه، مستوى البنك الاهلي السنه دي مدهش ومبهر جدا، والنتائج رائعه، والاداء كمان محترم جدا في معظم المباريات. ربنا يخليك يا كريم. طبعا ده الاستقرار دايما الاداري والفني بيؤدي الى في النهايه لمعادله، انها بيبقى فيه نجاح، وبيبقى فيه ما بيبقى فيه استقرار، وبيبقى فيه تركيز على النجاح. فده طبعا من بدايه خالص من اللي هو اشرف نصار رئيس النادي، ده طبعا مدي استقرار كبير جدا، ومدي سبورت كتير جدا للجهاز الفني، فبتدي طبعا نتائج طبعا بتبقى كويسه بالنسبه للفريق ككل. يعني النهارده اتفضل. اتفضل. النهارده المباراة أكيد مش سهلة قدام فريق سموحة، عنده مجموعة لاعبين رائعين ومدير فني محترم جدا. سموحة عامل برضو نتائج السنة دي ممتازة جدا، فأنت بتتكلم في مباراة كانت في منتهى الصعوبة بكل تأكيد يا كابتن خالد. والله بص يا كريم، احنا دخلنا المباراة النهاردة مباراة صعبة طبعا في اسكندرية وعلى ملعب سموحة، وهم في المركز الخامس، وكان طموحهم النهاردة، خلي بالك لو سموحة كسب النهاردة كان هيبقى في المركز الرابع، لان فيوتشر اتغلب امبارح هزيمه مفاجاه من الاسماعيلي. فالنهارده هم عندهم دوافع كبيره جدا جدا جدا، واحنا كمان عندنا دوافع كمان كبيره ان احنا نقرب لهم. هم 39 نقطه، وانت قلت حاجه مهمه جدا، احنا فقدنا والله نقط كتيره جدا يا كريم كانت في المتناول. صحيح. فقدناها بطريقه عجيبه الشكل، طريقه زعل. صحيح. يعني في اخر دقيقه الفرقه تتعادل معانا، مش عارف ايه، يعني حاجات كتيره جدا. ايه اكتر مباراه مزعلاك لحد دلوقتي؟ لا ده مباريات كتيره، كنت حاسس ان انت قريب منها قوي. يعني امبي كنا كسبانين الشوط الاولاني 2-0، تعادلوا معانا 2-2. طبعا كان في مواقف تحكيميه مش عايز اقول عليها. الاتحاد كنا كسبانين 1-0، تعادلوا. مقاولين كنا كسبانين 1-0، والهجمه الوحيده في الشوط الثاني جت فينا جول. يعني بص، ثلاث اربع خمس ماتشات بصراحه يجننوا بجد. صحيح. يعني صحيح. لكن الحمد لله اجتازنا المرحله دي، والحمد لله من الماتش اللي فات ان احنا قدرنا ان احنا نكسب المحله. كمان المحله فريق كبير وجماهيري، وفي الدايره برضه بتاعت المشاكل والنزول، فطبعا كان ماتش صعب جدا. صحيح. 2-1 النهارده بنلعب سموحه، ماتش الستة بونت ان احنا قربنا لهم. فاعتقد ان الماتشين دولت يعني حطونا في مكان الحمد لله طليق باسمه والجهد اللي بيبذله مسؤول البنك الاهلي مع الاداره الفنيه مع اللاعبين. يعني طيب، ده سؤالي اللي جاي بقى يا كابتن خالد. السنه اللي فاتت الفريق كان في موقف صعب جدا، كان في صراع كبير جدا على الهبوط. السنه دي الامر مختلف تماما، الفريق ينافس على المراكز المتقدمه في جدول ترتيب الدوري الممتاز. ايه اللي حصل؟ ايه الفرق؟ النقله السريعه دي؟ يعني انا افهم لو انت كنت بتصارع الهبوط السنه اللي فاتت ممكن برضو السنه دي شويه تبقى قريب من منطقه الهبوط. السنه دي لا، انت بعيد خالص، بعيد خالص عن منطقه. بص يا كريم، انا هقول لك على حاجه. يعني انا من خبرتي و مع الفرق سواء في الدرجه الممتاز به، انا بعرف يعني الحمد لله، يعني عندي ملكه اللي انا بعرف اعمل فريق. كنت بعمل فرق من لا شيء، يعني كنت بعمل فرق ما فيش فلوس خالص، كنت بعمل فرق كويسه جدا في السويس والشرقيه، يعني تحت يعني. صحيح. فخلي بالك، انا في نادي الزمالك، انا عامل فرقه نادي الزمالك سنتين ورا بعض، عامل فتره اعداد ولاعيبه ماشيه ولاعيبه داخله والكلام ده كله. انا اشتغلت في يعني الفرقه اللي بتلعب دي بقى لها سنتين، يعني الحمد لله انا شاركت في صنعها الحمد لله. فطبعا فريق البنك الاهلي السنه دي طبعا قعدت وشفت الاحتياجات ودرست الموقف بتاع السنه اللي فاتت، وقدرت ان انا اعمل توليفه الحمد لله. اعتقد بفضل ربنا سبحانه وتعالى التوليفه دي نجحت الى حد كبير جدا السنه دي. الشطاره دي في انك تقدر تعمل فريق، هو كان سبب ترشيحك للمنتخب الاولمبي؟
لا 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 والله اصل احنا برضو عايزين حد يكون لنا منتخب اولمبي قوي يا كابتن خالد، برضو احنا لسه بنكون، فاعتقد لو حد فكر في ربنا الكابتن خالد جلال فيكون ده السبب يعني. ده شرف كبير طبعا لاي مدرب، والله العظيم يا كريم ده شرف كبير، وبتبقى مهمه وطنيه يعني لاي مدرب يعني. وطبعا انا طبعا كان كلامي ان انا بكمل مع البنك الاهلي، وان انا بعتز جدا بالتجربه دي، والناس ما اقدرش ان انا اسيب البنك الاهلي في نص الموسم، فبس ده اللي حصل يعني. ده قلق من يعني، اصل انا برضو كابتن خالد احط نفسي مكانك، انا بيجي لي منتخب مصر طبعا البنك الاهلي له كل الاحترام وفريق كبير ونادي مستقر جدا اداريا وماليا، بس لما بيجي لي منتخب مصر كلنا يعني لو اي حد بيشتغل في المجال هيميل لمنتخب مصر. انت ممكن يكون السبب اللي خلاك تعتذر الوضع اللي كان في الفترة الأخيرة؟ لا لا أنا ما لم يتم اعتذاري بأي شكل من الأشكال. أنا قلت إن أنا مكمل مع البنك الأهلي، بس هو ده الكلام اللي أنا قلته وبس. الأحداث بقى اللي حصلت في النهاية أنا ما أعرفهاش وماليش أنا دعوة بيها خالص، لكن أنا قلت إن أنا مكمل لنهاية الموسم مع البنك الأهلي، وفريق لازم اللي عمل سبورت لخالد جلال السنه اللي فاتت صحيح، ونجحنا مع بعض ومع صحيح الاداره، صحيح ما اقدرش ان انا اسيب ما ينفع. انا مش عارف، انا دماغي كده والله يا كريم، انا دماغي كده ان لا انا عارف، ما اقدرش انا ناس بحبهم وانا ناس اشتغلت معاهم وناس نجحنا مع بعض ان انا اعمل اي موقف ما يبقاش مش كويس. لا ومعروف عن حضرتك في المجال كله يعني الراجل المهذب المحترم اللي بيلتزم بتعاقداته وبكلامه يعني. والله ما بقاش فيه الكلام ده دلوقتي يا كريم، بقى الكلام ده يعني قليل قوي، وكلام حتى ممكن ناس تضحك عليه يعني. ممكن الكلام ده يقول لك يا عم انت بقى هتعمل لي فيها مش عارف يعني. لكن عموما انا دايما الواحد بيمسك في شويه حاجات مبادئ بتبقى في الانسان، ما اقدر والله ما اقدرش اغيرها مهما حصل، ما اقدرش اغيرها والله يا كريم. صحيح مش عارف صحيح يعني ما اقدرش اغيرها. لا خليك زي ما ما انت، اقدرش اغير خليك زي ما انت يا كابتن خالد، حتى لو ده الاستثناء فده الحاجه اللي احنا دايما بندور عليها، مش هنقول لا يعني. ربنا يخليك. طيب كابتن خالد انت طبعا طبعا بما ان في لعيبه ما شاء الله دلوقتي متالقه بالجمله في البنك الاهلي، فالكلام بقى على وكلاء وانديه ومفاوضات وكلام من ده اكيد بتسمعه كتير وبتشوفه، اكيد في عروض بتيجي لنادي البنك الاهلي. قافل انت الباب على نفسك ولا الامور مفتحه شويه؟ لا اصل ده موضوع اداره نادي يعني، اداره النادي اللي هو اشرف نصار يعني لا الموضوع مرفوض جمله وتفصيلا، ان هم بيعملوا فريق اللي عايزين طموحاتهم تكبر السنه الجايه، فمش هيتفرط في اي لعيب. والكلام على لسان اللي هو اشرف نصار قال انا مش هفرط على مع، بالعكس احنا المفروض هندعم الفريق بلعيبه المفروض انها يبقى طموح النادي اكبر كمان السنه الجايه، فما اعتقدش ابدا. طبعا لو سالوني السؤال الفني بقول رايي، لكن الموضوع مين يمشي ومين يقعد ده انا بكتب تقريري في نهايه الموسم على اللعيبه اللي هي بتقعد وبتمشي، والاداره ليها الحق الاصيل انها، لكن انا عارف وانا اتكلمت مع اللواء اشرف مختار لا الموضوع ده مش موجود تماما 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 التفريط في اي لعيب من البنك الاهلي. طيب بما ان الموسم اللي جاي يعني هيلحم شويه في الموسم ده، اكيد في كلام على او حطيت عينك على لاعبين عايزهم انت الموسم اللي جاي. لا ده لا خلي بالك دي بقى صعب، نقطه صعبه جدا، لان مفيش لعيبه فري يعني، اللعيبه والفري قليله جدا، فما اقدرش اقول اي لعيب او ما اقدرش اقول اي اسم، لاني دلوقتي ما ينفعش خالص لا هقول كده ولا كده ولا لعيب ماشي ولا لعيب قاعد. لا لا انا مش عايز اعرف من حضرتك اسماء، انا بقول لك انت عرضت فعلا على النادي يعني حاطط خطه مثلا باللاعبين اللي انت عايزهم؟ انا اكيد متفاهم ان انت مش هينفع تقول اسماء دلوقتي، مش هتهد الفرقه بتاعتك. في بعض الاسماء طبعا 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 يعني صحيح. في بعض الاسماء حاطين عينينا عليها وربنا يسهل ان شاء الله. ربنا معاك يا كابتن خالد، ودايما موفق ودايما من الناس المحترمه جدا اللي نحترمهم في الدوري المصري، وموافق دايما على البنك الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن الكبير كابتن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الاهلي اللي ماشي بشكل ممتاز جدا، واحد من المدربين الهادين، المدربين اللي بيشتغلوا باجتهاد، المدربين اللي ما تسمعلوش كده دوشه ولا ازمه ولا حوار ولا قصه ولا اي حاجه، بيشتغل بيدرس بيتعب بيجتهد
السنه اللي فاتت البنك الاهلي في مكانه بعيده خالص في صراع الهبوط، الان البنك الاهلي في مكانه متقدمه جدا في جدول ترتيب الدوري الممتاز. ده يرجع طبعا لاداره محترمه، يرجع لجهاز فني محترم، وبالتاكيد يرجع للاعبين محترمة.